قال المؤلف رحمه الله: وهمز لما الدين ومال في النسب. قال همز التأنيث الممدودة حكمها في النسب، حكمها في التثنية. إذا كانت تقلب واو تقلب هنا واو، ففي نحو الصحراء إذا نسبت إليها تقول صحراوي كما تقول صحراوان، وفي نحو عشراء تقول عشراوان في التثنية وتقول هنا عشراوي، وفي نحو كساء وبناء تقول كساوي وكسائي وبناوي وبنائي، كما كنت تقول بالتثنية كساءان وكساوان وبناءان وبناوان، وتقول في نحو علباء علباوي، وتقول في نحو قوباء قوباوي أو قوبائي، كما كنت تقول هناك قوباءان وقوباوان، وتقول في نحو قراء قرائي كما كنت تقول قراءان لا غير. والراجح هناك هو الراجح هنا، ففي نحو علباء الراجح هناك علباوان، وهنا الراجح علباوي، وكساء الراجح هناك كساءان، والراجح هناك كسائي. أنا أخوي هذا معنى نقول: ومن ذو ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتصب. اقرأ. وانسب لصدر جملة المركب تركيب إسنادي: شاب قرنها برق نحره ذرى حبا تأبط شرا، انسب لصدره فتقول فيه برق نحره برقي، وفي نحو تأبط شرا تأبطي، وفي شاب قرنها شابي. أنا أقول: وانسب لصدر جملة، وصدر ما ركب مزا، المركب تركيب مزي الأصل أن ينسب إلى صدره، فتقول في حضرموت حضري، وفي بعلبك بعلي. فهذا يتفرع عنه أربعة فروع: إما أن تنسب لكل منهما فتقول برقي نحري بعلي بكي، نسبت لصدر منهما. قال الشاعر: تزوجتها رامية هرمزية بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق. رام هرمز نسب إلى الاثنين، وكذلك يتفرع عنه أن تنسب إليهما معا، كما نقول في بعلبك بعلبكي، أو أن تنسب إلى الأخير فقط فتقول بكي فقط. فهذه أربعة أوجه تتفرع عند الأول، وابن مالك صدر بالأول وهو أن تنسب إلى الصدر فقط. أنا قوله: وانسب لي صدري جملة، وصدري ما ركب مزا، ولثان تم ما إضافة مبدوءة بابن نود، أو ما له التعريف بالثاني وجب. فتقول في النسب إلى المصدر بابن تنسب إلى عجزه، فإذا نسبت إلى ابن علي تقول علوي، وابن عباس تقول عباسي، وابن الزبير زبيري، وكذلك ما صدر بأب كأبي بكر تقول بكري. قوله: أو ما له التعريف بالثاني وجب، هذا قالوا من قبيل عطف العام على الخاص، فلا لا يأتي بشيء جديد، يدخل فيه الوجهان الأولان. فيما سوى هذا نسبا للأول، ما سوى هذا نسبا للأول. فتقول في مليل القيس، مليل القيس مرائي نسبت لأوله، إلا إذا حدث بذلك لبس، لو نسبت إلى عبد الأشهل نسبت إلى صدري تقول عبدي، يلتبس بعبد الدار وبعبدي بعبد الله تعوذ بالله وبعبدي. وبعضهم لجأ في مثل هذه المركبات إلى صياغة فعلل، إلى أن ينحت اسما ينحت وزنا على مثل فعلل وينسب إليه، فيقول في عبد الدار عبدري، عبد شمس عبشمي، عبد تيم اللات تيملي، عبد قيس عبقسي، مر القيس مرقسي. لجأوا إلى بعضها. هذا ما أقوله: ما لم يخاف لنفسهم كعبد أشياء خاصة. واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بها لتوفية. قال: إذا نسبت لاسم سقطت منه اللام، فإذا كانت اللام تعادل في التثنية وفيما جمع بألف وتاء رددها هنا وجوبا، وإن كانت لا تعود إليه في التثنية ولا في الجمع فأنت بالخيار، إن أعدتها فصيحة، إن تركتها فصيحة. فتقول النسب إلى أخ أخوي، وإلى أب أبوي. أخ ساقطة لامه، أصله أخون، أب أصله أبون، فإذا نسبته تقول أخوي أبوي تماما، كما تثنيه تقول أخوان وأبوان، وتقول في عظة وسنة عظوي وسنوي، كما تقول عظهات وسنوات.
وتقول فيه حر حر ذنوه، قالوا حراني، فإن شئت قلت حر حي بآت اللام، وإن شئت تركتها. وكذا تقول في شفة شفة، قالوا شفتان، لم يعد اللام لام الهاء. وكذلك ذبة، قالوا ذبتان، فلك هنا أن تقول ذبوي بآت اللام، وإذا تقول ذبي وشفة شفة لك أن تقول شفهي وهي الوضع اليوم، أو شفي كلا مصرها. في نحو يد ودم، من يعيد اللام في التثنية عليه أن يعيدها في النسب. بعضهم يقول في يد يديان، وفي دم دميان، عليه يقول دموي ويدوي. والذي لا يعيدها فهو بالخيار، إن هذا يقول دموي لا شيء عليه، وإن قال دمي لا شيء عليه. قالوا الساقطة لامه المعوض عن همز وصل، فأنت بالخيار، إن شئت أعدت المحذوفة، وإن شئت أبقيته كما هو. تقول في النسب إلى اسم، اسم وابن ابني أو اسمي أو سموي أو بنوي أو بنوي، كل صح. أنا أقول له واجبر برد اللام ما منه حذف. قالوا هكذا أطلقوا، وهو مقيد بشرط أن لا يكون معتل العين، فإن كان معتل العين وعيدت إليه اللام وجوبا. كما لو نسبت إلى شاه، شاه تقول شاهي، أصل الشاه في العربية شوه، الشات الشاه أصلها شوه، حذفوا الهاء تخفيفا شوه. وهي لام الكلمة الهاء شوه، فشوه أفضت الواو إلى التاء، التاء لا بد أن تسبقها فتحة كشجرة وبقرة، فتحوا الواو انقلبت ألفا، الواو والياء يا سبقتها فتحة وكانت متحركة تقلبوا ألفا صارت شاه. أرها؟ وذلك عندما يجمعون يقولون شياه عادة الهاو. أنا أقول فإذا كان معتل العين يجب إعادته، كما لو نسبت إلى لو بمعنى صاحب تقول لووي وجوبا، مع أنهم قالوا يعني قالوا لواني، لن يعيدوها في التثنية، ولكن إذا جمعوا أعادوا لها، لا نسبوا أعادوا لها الواو وهي لام الكلمة لأنها معتلة اللام، والمعتل اللام لا بد أن تعاد لامه إذا نسبت إليه. تقول في ذو لنا صاحب لووي، وفي شاه شاهي أو شوهي على أصل أخفى الشاه. رحمه الله تعالى قال ثوبتان، إذا ثنوا العرب قالوا ثوبتان، لم يعيدوا اللام المحذوفة، فلك أن تقول ذوبي جمعها ثبات، ذوبات. حق مجبور بها بهذه اللام توفي، أن يوفى في حق مجبور بها في التثنية أن تعاد إليه في النسب. قال أخ وأخت، قال أخت وبنت. قالت سيبوي تعاد بمذكراتها، فتقول في بنت بنوي كما تقول في ابن، وفي أخت أخوي كما تقول في بأخ. وقال يونس لا، بل ينسب يا لغيها، فتقول أختي وبنتي. واحتجوا عليه بأنه عليه أن يقول في هنت ومنت وكيت وليت، يقول فيها هنوي هنتي ومنتي، وهو لا يقول بها هنت كناية عن المرأة أو الفئة القبيحة، منت تستعمل في الحكاية، تقول جاءت امرأة تقول منت أو تقول منها، مرت بك الحكاية. قال هو لا يقول به. وعلى العموم إذا نسبت إلى كيت وليت وكلتا وثنتان، فكما تنسب إلى مذكرات تقول في ثنتان ذلوي، وفي كلتا كلوي، وفي كيت كلوي، وفي ليت ذلوي. أنا أقول وحق مجبور، وبأخ أخت وبابن بنت أحق يونس أبا حذفتا وضاع في الثانية. هكذا عالج رحمه الله المحذوفة وضائف الثانية من ثنائي ثانيه ذولين. إذا نسبت إلى الثنائي وضعا فإن كان ثانيه صحيحا فأنت بالخيار، إن شئت ضاعفته ونسبت إليه، فتقول في هل، هل منسوبا إليها هل لي بمضاعفة اللام أو هلي، وفي كم كمي أو كمي. فإن كان ثانيه معتلا، كان ثانيه معتلا عليك أن تضاعفه قبل أن تنسبه، فتقول في من اسمه لو، تقول لو ثم تقول لووي
كما تنسب إلى دو وهي الصحراء الخلاء فلا تقول دوي، وتقول أن اسمه كي كي، ثم تقول كيوي كما تنسب إلى حي فتقول حيوي. فإن كان ثاني نعم الواو لا بد من قلب الياء واو حتى لا تستوى على الياءات والكسرات مضبين، هذا مضبيناه. فتى لما سألت تقول فتوي تقلب الياء واو استقرار الاجتماع الياءات والكسرة مضبين هذا. كما قول فإن كان ثاني ألفا الألف إذا ضعف صار همزة، من اسمه ما التعجبية أو الاستفهامية أو النافية تقول مائي، ضاعفت الألف فصارت ثاني همزة، كما تقول في صحراء أصلها صحراء. أرادت العرب المد وهو من أغراض الزيادة عندها، جاءت ألف قبل ألف هذه انقلبت الثانية همزة وصارت صحراء. فأنا قوله وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه يدرك لا ولا يقرأ. سبق أن عالج المحذوف اللام، هنا سوف يعالج المحذوف الفاء. قال وإن يكون كشية ملفاء عدم المحذوف الفاء إن كانت لامه صحيحة لا تعاد إليه الفاء في النسب. فإذا نسبت إلى صفة تقول صفي، وإلى عدة عدي. فإن كانت لامه معتلة عليك بإعادة الفاء فتقول في النسب إلى دية أصلها ودا تقول ودوي، وفي شية أصلها وشا تقول وشوي. هكذا قال. ولم يذكر حكم النسب إلى المحذوف العين، وحكمه أن لا تعاده العين، فتقول النسب إلى منذ، منذ إذا جعلتها كنسا، إذا جعلتها مل مل تقول مذي. وفي سه أصلها سته سهين. قال وهو مقيد بما لم تكن فيه، لم تكن ما لم يكن مضاعفا وما لم يكن معتل اللام. فإن كان مضاعفا أو معتل اللام وعيث العين وجوبا فتقول النسب إلى ربا، إلى ربا مخفف ربا تقول ربي بإعادة العين لأنه مضاعف. وتقول النسب إلى يرى صار يرى ساقط عينه تقول يرائي بإعادة العين. والمري تقول مرائي الحذر لم يذكره. فأنا قوله وإن يكن كشية ملفاعة فجبره وفتح عين اقرأ. والواحد أكبر ناس من الجمع إذا نسبت إلى المثنى أو الجمع فعليك بالعادة إلى مفرده. قيل لك انسب إلى كؤوس تقول كأسي، إلى كتب تقول كتابي، إلى مساجد تقول مسجدي. هذا إن لم يشابه واحدا بالوضع، وذلك أربعة أقسام. أن يكون لا واحد له أصلا، لو نسبت إلى أبابيل لا واحد له تقول أبابيلي، عباديل عباديدي، أو له واحد لكنه جمع شذوذا كملامح مفرده لمحة كن سهرا. قالوا في لمحة ملامح انسب إلى لفظه تقول ملامحي، أو كان له واحد ولكنه يوقع في اللبس كأعراب، أعراب جمع عرب رحمك الله. إذا نسبت إلى أعراب وقلت عرب تقول عربي، يظن أنك تنسب إلى عرب. وأن تنسب إلى أعراب أبقه كما هون كما هو فتقول عربي كما هي لغتنا. وكذلك إذا كان الاسم وضع من أول الأمر جمعا، من اسمه كلاب تقول كلابي، من اسمه أنمار تقول أنماري، من اسمه أنبار مجموعة القبائل تجمعت في غربي العراق يقال فيها أنباري لأن الاسم وضع جمعا، أو جرى مدى الإعلام كأنصار تقول أنصاري. أنا أقول والواحد يذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع أقرأ. نساء قد يكون صحيحا لأنه لا مراد له من لفظه. عرفت؟ أقرأ. ومع فاعل وكعاد فاعل. قد يستغنى عن النسب بفاعل تقول رجل لاب صاحب لبن، رجل تامر صاحب تمر، وقل فإنك أنت الطاعم الكاسي المطعم المطعم الكاسي المطعم الكاسي
وكذلك يقول أنا فارس، كلنا نقول فارس يا صاحب فرس، بدل يقول فرسي قالوا فارس، هذا وفعال كبزاز وعطار، والباب سماعي لا يقال في من يبيع البر برار، ولا من يبيع القمح قماح، لا يقال هذا، باب سماعي عن العرب وفعل. قال لست بليلي ولكني نهر صاحب نهار، لأوذ بجل ليلة ولكن أبتكر أنا أقولين، وما فاعل وفعل فعل في نسب أغنى عن اليا فقوم قالوا منهم، وما ربك بظلام، واللام قالوا بظالم. إذا نفيت صيغة المبالغة فإنك لا تنفي أصل الشيء. إذا قلت زيد ليس بكذاب بكذاب، قد يكون كاذب، قد يكون كاذبا، لأنك نفيت الكثرة بظلام، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أصلا. من هنا نقول نهاية صيغة مبالغة لا ليس على بابها، أي ليس بوالي من أصلا، ما ربك الوالدان أنا أقول السفر، أنا أقول ومع فاعل وفعل فاعل بنسب أغنى عن الياء فقوا قال رحمه الله وغير ما أسلفته مقررة أو مقررة على الذي قالوا منه اقتصر. قال وقع الشواذ في النسب غير ما قلته، تسمع من العرب كالنسب إلى حرورة قالوا حروري، وقياسا يقال حروراوي حروراوي، وجلولا قياسا تقول فيها جلولاوي قالوا فيها جلولي، وفي النسب إلى الري قالوا رازي، وفي النسب إلى مرو قالوا مروزي، وفي النسب إلى البحرين قالوا بحراني. قال بعضهم خشية أن يلتبس بالنسب إلى البحر، يقول في البحرين بحري وما تصل إلى البحر، ولعله مما تقدمت إشارة إليه. وكذلك قالوا في النسب إلى البصرة، النسب إلى بصري لا يقال بصرة يقال بصري، قالوا حتى لا يلتبس ببصرة. بصرة مدينة في الشام في سوريا حاليا. أنا أقول غير ما أسلفته مقررة ومقررة على أي قالوا منه سألتها.